شو السفير الجزائري؟ أنا مواطنة جزائرية. هل يعاقل أنا مواطنة جزائرية نوقف وبلادي دولة كبيرة ودولة عظمى هيك نوقف على الأكل؟ هيك يا السفير بدي إياك تشوفني. حكيت لك بالتليفون مدة أسبوعين وقلت لي هلا نطلعك وكله طلع يعني كلام مو صحيح. وأنا أولادي إيتامة وجوزي صلوا 20 يوم اللي توفى. وعندي 3 صغار وعندي بنتي مريضة وترجيت كل العالم وقاعدة نشحت في المخيم. هل الدولة الجزائرية والسفارة تاعنا يرضيها مواطنة جزائرية هيك يصرى فيها؟ والمخيم كله جوعان مو غير أنا بس، كل المخيم جوعان ومرض وكل شي فيه. وشكراً.